بذهنية كل إسرائيلي يهودي العربي هو سبب خوف. إحنا كلاتنا بالآخر أرقام اللي بتكتك، يعني بشي مرحلة رح تتفجر. أنا خلود بدوي من الناصري، ساكنة بالقدس، بشتغل بجمعية حقوق المواطن في إسرائيل وكمان نشيطة في عدة حركات إسرائيلية ضد الاحتلال أو حركات ناشطة ضد الاحتلال والعنصرية في إسرائيل. بداية نشاطي كانوا قبل ما أجري على القدس. التمهيد كان في مرحلة، يعني مرحلة نشاطي ابتدأت في الأساس من الناصري، من مدرستي، من الأهل في الأساس، من البيت. بيتنا هو بيت مش نشيط سياسيا، بس بنفس الوقت هو بيت فيه تربية سياسية وفيه تربية كمان كتير وطنية كتير عالية. يعني من واحدة من الثوابت التربية عندنا في البيت هي التربية السياسية والتوعية الوطنية. أنا موجودة في مجتمع إسرائيلي، أنا جزء من هاي الدولة، بنفس الوقت هاي الدولة هي اللي احتلتني، هاي الدولة هي المسؤولة عن نكبتي، هاي الدولة هي المسؤولة عن وضعي اللي أنا وصلته، هاي الدولة هي مسؤولة عن مكانتي أنا كلاجئة فلسطينية في داخل وطني، هي مسؤولة عن احتلال شعبي في أراضي 67، هي مسؤولة عن ملايين لاجئين في الأقطار العالم العربي، فإنه إيش أنا دوري بالموضوع يعني؟ Zionists came with ships to the Holy Land, and nowadays they don't admit it's a stolen land. I throw a rock with a swollen hand, dig it in the earth and raise my fist with the golden sand. But they came back with F-16s and tanks, assassins for high race. So we sell a protest to the West Bank, started putting checkpoints to the finest weapon for a settlement on every hilltop of an unsettled score. Made the anger inside a secret to. من ضمن نشاطي مع الجبهة في جامعة حيفا كمان قدرت أنه أكون نشيطة في عدة أطر طلابية في الجامعة، اللي من خلال نشاطي الحزبي ونشاط الطلاب قدرت أني أحصل على ثقة الطلاب العرب في جامعة حيفا لانتخابي كرئيسة لجنة الطلاب العرب في سنة 2000 وكرئيسة اتحاد طلاب جامعيين عرب. هاي سابقة لأنه أول مرة تنتخب امرأة عربية لمنصب رئيس اتحاد الطلاب العرب اللي هو مظلة الحركات الطلابية. طبعاً جامعة حيفا حاولت كتير إنها تمنع هاي النشاطات من خلال سن قوانين، من خلال تعديل الدستور حرية التعبير عن الرأي اللي كان هو بالنسبة لنا سياسة أو دستور كم أفواه وليس سياسة أو دستور تعبير عن الرأي اللي هو يخص فقط الطلاب العرب لكم أفواه. طبعاً إحنا احتجينا وكان في عنا سلسلة مظاهرات كتير عملت ضجة إعلامية وعملت ضجة على الساحة الجماهيرية في إسرائيل بالعبري وبالعربي، وحتى نشرناها في كل العالم حول انتهاكات حقوق الطالب العرب في الجامعات الإسرائيلية وخاصة في جامعة حيفا. كنت أنا في آخر سنة للتوأر اللقب الأول تبعي، وكانت النتيجة في النهاية أنه أنا تم طردي ومنعي من الدخول لمدة سنة ونص، سنتين تقريبا، غير أنه طبعا تحقيقات طلبونا كتير مرات لمراكز الشرطة للتحقيق إن كان بالليل أو بالنهار، أو يجوا يلاحقونا على محلات الشغل تبعتنا أو في الجامعات، وكنا دائما ملاحقين من رجال أمن اللي هن بزي مدني اللي ما بتقدر أنت تميزيهم إذا هن فعلا من أجهزة الأمن أو أي شخص عادي عم بلاحق يعني. فكانت المرحلة كتير صعبة. من هناك يعني أنا أكتر بلشت أوعى أنه في حاجة عندي كانت كتير ملحة أنه أعرف بالضبط إيش اللي بخليني أو إيش الدافع تبعي أنه أكون هالقد نشيطة وأنه كمان أدفع ثمن وأنه هالقد كمان أكون فخورة بإيش أنا عم بعمل ولمين. الموسيقى هاي هي الطريقة أو القليلة بالنسبة إلي عشان هيك بتوفى.
فلو دقيقة عملي حالكم دويقة صبات لنشوف إزا بتتحمر وبتفيق مش موجود في متري معاش وطيقة نابل مضيئة عشان يبين مين عن جد ومين عن كذب فاي اللعب المليئة الساحة صارت ضيئة حان الوقت لتصفية كل الأمسيز البريئة العملية بطيئة. احنا خليني نبدأ حي اسمه صفافي، يعني هذا حي لاجئين كامل من صفوري، هي عبارة عن مخيم لاجئين واحد كبير اللي كمان حتى بالبنى بالهندسة حتى فيه يعني المعمارية والاكتظاظ فيه ممكن تلاقيه كتير متشابه مع أي مخيم لاجئين موجودة محل تاني. بالأساس هنا طبعا لاجئين قرية صفوري اللي كانت أقرب منطقة عليهم بال 48 بعد النكبة إنهم يلجأوا لها كانت الناصرة. أغلب الأهالي يعني أغلب العائلات الموجودة العائلات الصفورية الموجودة في حي الصفافرة بالناصرة اليوم أغلب هاي العائلات عندها أقارب في سوريا وفي لبنان، بالأساس في لبنان طبعاً في مخيمات اللاجئين في لبنان. تعال وليد. وليد تعال. وين هاي؟ هاي يمكن بنابلس. اسم أطفال فلسطين. إيش هذا؟ مين كان يورجيتي؟ لو جبت سلطة تركي صح؟ حلوة وبتجنن وكلها كسل ونوم. بعدين بتكونش هيك بحالة شوق، يعني كل وقت انت بالقدس ببيتك بريت البيت دائما عندك حالة شوق لأهلك وبتشتاقي، هون خلص انت مرتاحة من هاي الحالة، هون بتيجي بس بترتاحي، فكتير حلو. شنو دائما بكون قصير يعني انه ابو يوم يومين، ما هو يعني كل تفاصيل الحياة الصغيرة والكبيرة هون مرتبطة، خاصة اذا انت انسان كتير مسيس او بش ساذج نوعا ما، يعني صعب انك انت ما تربط ايش عم بصير معك باليوم يوم بالوضع العام. يعني فيش إمكانية تفتح اليوم مثلاً محطة أخبار ما تسمعيش مثلاً في نبأ أخبار عن إشي خاصة بالضفة مثلاً، حتى وإنت عم تسمعي أحلى برنامج ترفيه. فربيت ببيت إنه هالقد فيه أنت، يعني مش أنت من ناحية إنه عنصري، بس ربيت ببيت إنه مليان غضب، يعني وأنا مجتمعي مليان غضب، يعني خلقت ببيت إنه أنا كمان كنت كتير 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 قومية بالمعنى القومي العنصري. لحديت ما فت على جامعة حيفا أنا كنت إنسانة رافضة رفض قاطع انه اتواصل مع اي شيء اسمه اسرائيلي حتى وانا بقلب اسرائيل. كل شيء مرتبط مع عنصريه الدوله ومع كل النظام اللي احنا عايشين بظله اللي هو نظام كتير احتلالي عنصري. يعني فيش عندك امكانيه انك انت تهمشي كل التفاصيل الصغيره اللي بتفرجيك وجوه هاي العنصريه طالما انت هون. بس اذا بتحملي حالك بتروح، انا مثلا لما بنزل عمان بنزل على الاردن كتير بكيف، لانه فعلا عن جد كتير يعني كتير، لانه في شعور راحه مفقود هون، لانه غاد في امكانيه انه انت لما بتشوفها ارمه ما تفكريش انه هي إيه هاي لمنتج اسرائيلي او لا بعرفش ايش، يعني انه بضل في راحه بالموضوع اكثر. اهلا. فسموه سميح ودلعوه احمد. تخيل انه شايفها كل يوم طبعا بمرق كل يوم بالسياره من غير زرعها بدش يضلش فيها مش يزرعها صح بابا. حي الورد وحي الصفافري اغلبه صفافري كله يعني ثلاث ارباعه صفورية. وليد من صفورية. انا صفورية. مرت عمي كمان صفورية. مرت عمي كمان اصلها صفورية؟ طبعا معي صفورية. قدن بقدن. معي صفورية. برا عباس صفافري. والجبل كله صفافري. عبا في يعني. يعني بفتح الشباك بشوف صفورية. احنا صفورية من عنا بتبين. احنا صفورية اياها قدامنا هذا الفيو تبعنا. بيتنا احنا بالحي الفؤاني. فهي هذا هو المنظر اليومي اللي انت بتشوفيه بالبيت. المشهد اليومي انك تشوفي قريه صفوري وتشوفي الكبوت اللي اسمه اليوم تبوري، تشوفي القلعه، تشوفي كل الاراضي الزراعيه اللي مهجره من 48. وباقي الاراضي كلها هي اراضي قرى فلسطينيه اللي كمان صدرت اراضيها في بعد قيام الدوله. انت من صفوري؟ لا احنا مش من صفوري، ساكنين حد صفوري هون. بدكم شيء اقدر اساعدكم؟ هذا الشارع او على البلد نفسها من هون على البلد. البلد نفسها من هون بس خلكوش فوتوا من ناحيه ثانيه. من هون نفوت احسن على البلد. البلد شو فيها؟ البلد كلها مزارع مزارع. هون يا صفافي يا صفوري كبري. لا بس انتم مش لاجئين من صفوري.
لا احنا مش لاقيين من صفوري. ستك من تحت. اوكي يعني الك حصه بهالبلد؟ طبعا كل محل لنا حصه بس ما عندناش ولا سوبر عرض. انت عايش مع شعب عنده كثير اقنعه موجها، اللي بحب انه بيته يبين حلو، وبحب انه البيت يكون عنده جنينه، وبحب الزراعه والطبيعه وكل هالاشياء، وبنفس الوقت هو غريب عن هاي الطبيعه. يعني لا بيوتهم بتشبه بيوتنا ولا هم بيشبهونا اصلا يعني كغربيين، وبنفس الوقت هالقد موجهنين، يعني بيامنوا بشغلات اللي هن بيمارسوا النقيض تبعها تماما. يعني اغلب الناس اللي هون ساكنين ببيوت مش الهن، وهن بيعرفوا هذا الشيء. هاي الاراضي مش اراضيهم. بعد في تاريخ بيشهد انه كان في هون شعب، انت مش كاينه يعني بصحراء وصحراء بنيتيها عملتيها مدينه، انه كلهم هون عايشين على انقاض شعب تاني، اللي كل حجر هون بفرج انه كان في شعب قبل. والله هن مزاجهم، هو هذا القريه نفسها اللي صارت محل يهودي اسرائيلي، صار كثير يشددوا على الدخول والخروج. نشوف من صوت التليفون. في تليفون بنفتحها اليها. اتام جيا بمكريح روم. I think part of the problem is that because the resistance against the occupation has been passing the process of privatization. I can't believe that as much as we have NGOs, no one can solve the whole impact of the occupation. And this is the conflict that we have as Palestinian activists in Israel or in the occupied territories. But of course, the only way or the only place I can work and find a job is the NGO. And in the same time, we know that we are in a conflict where we know that to resist the occupation that make these children work in this dirty work is to resist the occupation.